بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والضمير في قوله وما قدروا الله حق قدره راجع إلى المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، أو يصرفون بعضها لغير الله، وهؤلاء ما عظموا الله حق تعظيمه، ولو عظموا الله حق تعظيمه ما صرفوا شيئًا من العبادة لغير الله. وكيف لا يعظمون الله حق تعظيمه والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ يعني تنزه سبحانه وتعالى عن الآلهة التي يشركها المشركون مع الله سبحانه وتعالى. فمن كانت الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فلا يليق لأحد أن يعبد غيره، بل يعظم الله حق التعظيم. والعبادة لله عز وجل مبنية على ثلاثة أركان: التعظيم لله عز وجل، والمحبة لله عز وجل، والخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعظم الله غاية التعظيم، ولا بد أن تحبه غاية الحب، ولا بد أن تخافه وأن ترجوه. فمن لم يعظم الله عز وجل فهو لن يقوم بالعبادة لله التي فرضها الله على خلقه. ومن لم يحب الله غاية الحب فإنه لن يقوم بالعبادة. ومن لم يخاف من الله عز وجل حق الخوف فإنه لن يعبد الله حق العبادة. ومن لا يرجو الله حق الرجاء فإنه ما عبد الله حق العبادة. والله عز وجل عندما يذكر صفاته العظيمة مثل هذه الصفة العظيمة، وهي أن السماوات والأرض، أن الأرض يوم القيامة في قبضته سبحانه وتعالى، وأن السماوات مطويات بيمينه، إنما لنتعرف على الله عز وجل. ولهذا يذكر الله عز وجل في كتابه كثيرًا من أسمائه وصفاته لنتعرف على الله عز وجل. فإننا لا نعرف الله إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. والإيمان بأسمائه وصفاته هو إيمان بالغيب، فعندما يخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو يخبرنا بها
رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نتعرف إلى الله. وهنا ذكر ابن كثير مجموعة من الأحاديث التي أوردها العلماء في بيان هذه الصفات، فيقول ابن كثير عليه رحمة الله: وما قدر الله حق قدره، أي ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. وقال مجاهد: نزلت في قريش حيث عبدوا مع الله غيره، وهي لا تخص قريش، وإنما كل من عبد مع الله غيره فإنه ما عظم الله حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوا، يعني ما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. قال ابن كثير: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. والطريق فيها، لأن هذه الآية كما رأيتم أثبتت لله سبحانه وتعالى القبضة، وأثبتت له اليمين، والأرض جميعاً قبضته، وأثبتت له اليمين، والسماوات مطويات بيمينه. قال: ومذهب السلف في هذه الآية وفي أمثالها هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. إمرارها كما جاءت بمعنى أننا نعتقد بها، وبما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ولا نحرف هذه المعاني ولا نكيفها. والتكييف أن نتوهم لها شيئا محددا، فنحن ندرك المعنى الذي يدل عليها اللسان العربي، لكن هذا المعنى لا نستطيع تكييفه، لأننا لم نر الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نحرفه، وإنما نستمع ونقرأ ونؤمن بها ونتدبر في معانيها. فإن المعاني ما وردت الآيات إلا لأجل المعاني، ولهذا حنا لما نسمع سميع غيرنا لما نسمع بصير، لما نسمع حكيم غير لما نسمع عزيز. فهي صفات متنوعة، صفات كمال لله عز وجل متنوعة، والسامع يسمع معنى، يعرف معنى ويعظم الله على هذا المعنى، لكنه لا بد أن يلتزم بثلاثة أشياء. الأول أن لا يشبه هذه الصفات بصفات المخلوقين ولا يمثلها. إذا سمع كلمة يمين، إن لله يمين، وإن لله يد، وإن لله قبضة، فلا يكيفها يقول مثل يدي أو مثل قبضتي أو أنها قبضة كبيرة أو أنها يد طولها كذا ويكيفها، يتوقف على النص الذي ورد، ولا يحرف المعنى، لأن بعض الناس زعموا أنهم ينزهون الله عز وجل فحرفوا المعنى، فقالوا المراد باليد القدرة، المراد باليد القدرة، وهذه الآية ترد عليهم، لأن اليمين دل على أن له يد يمين، وغيرها له يد أخرى، لكن كما جاء في الحديث: وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. والمراد من هذا الحديث وكلتا يدي ربي يمين، لأن الناس يعرفون أن الشمال في الإنسان أنقص من اليمين، الشمال في الإنسان فيها نقص،
والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، فله الكمال المطلق. فحتى لا يتوهم سامع أن يده الأخرى غير اليمين فيها نقص أنقص من اليمين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يقين. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يتكلم بالوحي، فهو نفى أن يتوهم أحد أن في إحدى يدي الله عز وجل نقص. وكلتا يدي ربي يمين. فمثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يجوز أن نمثلها بصفات المخلوقين، لأن صفات كل موصوف تناسبه، والناس يدركون هذا في واقعهم. فإنك الآن لما تقول يد الجمل فإنها تناسب الجمل، لما تقول رجل الجرادة فإنها تناسب الجرادة، فليس كل يد في الكون مشابهة لليد الأخرى، وليست كل عين مشابهة للأخرى، وليست كل رجل مشابهة للأخرى، فكل صفة هي مناسبة لموصوفها. والله عز وجل له الكمال المطلق، فصفاته تناسبه. وإلى حدود هذا المعنى يكفي المؤمن ولا يتجاوز ذلك، لأن الناس على طرفي نقيض في هذه المسائل. فبعضهم قال: لا نفهم من هذا معنى، نحن لا نفهم من هذا معنى، وإنما نفوض معناها إلى الله عز وجل، ولذلك يسمون المفوضة، لأنهم لا يثبتون معنى للأسماء والصفات، بل وبعضهم يعتبرها من الآيات المتشابهات ولا يثبت معنى البتة، وكأن الله سبحانه وتعالى أنه أنزلها لا ليتدبر فيها الناس، ولا ليعرف الناس معانيها، ولا ليعظم الله بهذه المعاني، ولا ليدعو الله بهذه الصفات. وهذا لا شك باطل، قطعا باطل، بل من أعظم ما في كتاب الله عز وجل الأسماء والصفات. ولهذا انظروا في الدعاء بسم الله الأعظم، لما تدعو بالحي القيوم، لما تدعو بالصمد، لما تدعو بالرحمن الرحيم، فأنت تدرك معاني. والذي يقول لا نفهم معاني البتة فهذا يعني فيه غباء عجيب، يقول ما لا يعرف، يقفل عقله عن تدبر كتاب الله. ولو كان إثبات هذا المعنى يلزم منه نقص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة من ذلك، يقول: انتبهوا، ترى اليمين الواردة ما هي المراد بها اليمين، ترى اليدين، لأنه من أنصح الناس لأمته، ولا يمكن أن يضل أمته، وقد بلغهم البلاغ المبين، وهم لو استشكل عليهم شيء لسألوه صلى الله عليه وسلم. فدل على أنها تمر كما جاءت، هذا مراد السلف. وإذا قيل السلف المراد بهم الصحابة، إذا قيل السلف فالمراد بهم الصحابة، هذا في الأصل. ولهذا كان بعض العلماء يقول: لا تقبلون حديث فلان فإنه كان يسب السلف، المراد أنه كان يسب الصحابة، الذي يسب السلف هو الذي يسب الصحابة. وهذا السب كما تعلمون مشهور عن الرافضة، ومشهور عن الخوارج والمعتزلة، فإنهم أيضا يسبون الصحابة ويكفرونهم، ليس كلهم، وإنما من بعد ما حدثت الفتنة من زمن عثمان فما بعد. فبالتالي هذا مذهب الصحابة، ومذهب الصحابة لا بد أن يكون حقا، مذهب الصحابة لا بد أن يكون حقا الذي أجمعوا عليه. ولهذا لم يحصل بين الصحابة خلاف في هذه المسائل العقدية، يحصل بينهم خلاف في مسائل في الفقه، لكن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ومعانيها ما حصل بينهم خلاف.
إجماع منهم، وإذا أجمعوا فإجماعهم حق قطعا لا إشكال فيه البتة، لأنهم لا يجمعون على ضلالة، ولأنه من غير المعقول أن لم يفهموا عن الله ولم يفهموا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وسكتوا على جهل، هذا غير معقول، وهم من أفصح الناس وأعبد الناس وأنصح الناس، فلا يظن ظان أن مذهبهم باطل. ولهذا الذين تأثروا بالبدع وجاء بعدهم عرفوا أن هذا مذهب السلف، هم عرفوا، ما قالوا أن هذا ليس مذهب السلف، لكنهم يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الخلف يقصدون أنفسهم، يقصدون الذين تأثروا بعلم الكلام وجاءوا بالبدع وحرفوا معاني الأسماء والصفات، فيقولون معنى هؤلاء أعلم وأحكم. وهذه كلمة تملأ الفم، كلمة شنيعة جدا، يعني الخلف أعلم وأحكم وهم ما عندهم حكمة ولا عندهم علم، يعني ما أدري أنا كيف يتجرى متجري أن يقول أن السلف أسلم والخلف أعلم، مع أن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة، لكنها والعياذ بالله البدع إذا شربتها القلوب وعاش عليها الصغير فإنها يطلقها الإنسان ولا يفكر في عظم هذا الكلام الذي يقوله. ولهذا انظروا العلماء لما ذكروا الأحاديث في هذه المسائل، فروى البخاري بسنده في تفسير هذه الآية قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأحبار هم علماء اليهود، فعلماء اليهود يسمون أحبار، وكان هؤلاء اليهود عاشوا فترة من الزمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان بينه وبينهم هدنة في ثلاث قبائل من اليهود، كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هدنة مؤقتة، ثم بعد ذلك نقضوا العهد، فكان يأتي بعض علمائهم اللي هم يسمون أحبار يأتون إليه وهم عندهم التوراة، والتوراة كما تعلمون فيها أشياء محرفة وفيها أشياء غير محرفة، لكن كيف نعرف المحرف من غير المحرف؟ لا نعرف الصحيح منها إلا ما شهد له كتابنا أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالصواب، فإن لم يشهد له وشهد بكذبه فنحن نكذبه قطعا ونعتبر أن هذا محرف، وإن كان مسكوت عنه لا نعلم فنحن نتوقف فيه. فهنا جاء هذا الحبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد الله عز وجل، فنجد الله فين يجدونه؟ يعني يجدون هذه الصفة في التوراة. قالوا إنا نجد الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات كلها على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا يوم القيامة يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فذكر خمسة، فيقول أنا الملك، يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان كلامه باطل ما يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، تعجب، والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لا يسكت على باطل، كان يقول هذا كذب، كما لما عرضوا عليه حد الرجم الذي غيروه في التوراة فبين أنه محرف، بين أنهم حرفوا حكم الرجم الذي في التوراة، فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه،
تصديقا لقول الحبر، يعني صدق هذا الكلام تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قرأ هذه الآية، يعني هذا المعنى الذي ذكره الحبر هو التي يدل عليه، ويريد أن يتنبه هذا الحبر أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق ما جاء به موسى، فهو تلا هذه الآية التي تتوافق مع ما ذكره هذا الحبر. وهذا الحديث كما ترون حديث صحيح لا مطعن به البتة، وروى البخاري أيضا في غير هذا الموضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما كلهم من حديث سفيان ابن مهران الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. وكذلك ذكر ابن كثير ما رواه الإمام أحمد بسنده عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم. وأيضا روى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه أو على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه؟ قال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وأيضا ذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يعني بعدما يموت الخليقة يقول سبحانه وتعالى ذلك. وذكر أحاديث كثيرة في هذا المعنى مما يدل على أن هذه الصفات العظيمة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال وذكر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. وهذا أيضا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. انظروا إلى هذا التمجيد من الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى كيف أن المنبر من عظمة الله رجف، مما يدل على أن هذه الجمادات تعظم الله عز وجل وتدرك ما يتلى عليها من كلام الله. ولهذا كما تعلمون في حنين الجذع أن الجذع الذي وخره الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه القرآن ويخطب خطبة الجمعة وغيرها على هذا الجذع، وأنه استبدله بآخر، فلما تركه وصار على منبر آخر صار له حنين حتى سمعه الناس، فنزل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يسكنه. فانظروا هذا المنبر كيف
اهتز ورجف برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الصفات العظيمة: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. ثم أيضا ذكر لفظ عند مسلم يقول في أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر الحالة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها على المنبر. قال: يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه وغيرها كثير كلها في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا مما يدلنا على عظمة الله عز وجل. هذا الرب العظيم الذي يجعل السماوات على إصبع واحد من أصابعه، ويجعل الأراضين على إصبع واحد من أصابعه سبحانه وتعالى. فعند ذلك ندرك معنى العظيم، وندرك معنى الكبير المتعال من هذه الأسماء العظيمة وهذه الصفات العظيمة. فهذا العظيم الذي بهذه العظمة هل يليق بإنسان أن يتوجه إلى مخلوق من المخاليق مهما على شانه، حتى وإن كان نبي، حتى وإن كان من الملائكة، يتوجه إليه ويترك هذا العظيم، يعلق قلبه بهذا ويترك هذا العظيم؟ هذا لا يحصل من عظم الله حق التعظيم. بقي أن نشير إلى الذين انقدحت عندهم شبهة وحرفوا هذه المسائل، فقالوا المراد بالإصبع القدرة، واليد القدرة، واليدين القدرة، يعني كلام لا يدل عليه لا اللسان العربي ولا إجماع الصحابة، لا يدل عليه دليل البتة، لكنهم لما رسموا في أذهانهم مسائل تتناقض مع ما يسمعونه من النصوص يرون أنهم لا بد أن يحرفوا النصوص حتى تتفق مع ما تأثروا به من علم الكلام والفلسفة ونحو ذلك. وهذا التحريف لا يزال منتشر في كثير من بلدان الدنيا وفي كثير من الكتب إلى غير ذلك، ولم ينجو منه إلا من سار على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، وكثير من المسلمين والحمد لله الذين ما تلبسوا بهذه البدع، فهم يسمعون الكلام غضا طريا، يسمعون كلام الله ويدركون معانيه، ولولا أن أهل البدع يلقنونهم هذا الكلام ما ورد في أذهانهم لوضوح الآيات، لولا أنهم يلقنونهم هذا ما ورد في أذهانهم البتة، لكنهم يعلمونهم تعليما فاسدا ويلقنونهم هذه البدع تلقينا. وإلا فإن عوام الناس وكثير من الناس يسمعون القرآن وما حصل عندهم استشكال وفهموا معانيه، ولهذا يستبشرون من بعض الأسماء إذا سمعوها، ويخافون من بعض الأسماء إذا سمعوها، وما حصل عندهم هذه اللوثة التي أثرت على كثير من أبناء المسلمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وهذه الآيات الكريمات تبين ما يكون يوم القيامة وما يكون في آخر الحياة الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور،
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهذا الصور هو قرن، قرن يلتقمه أحد الملائكة قد حنى جبهته من الآن، من الآن قد حنى جبهته ينتظر الأمر من الله عز وجل، ولا يناقش مناقش ويقول لماذا يحني جبهته من الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه حنى جبهته في زمنه من تلك المدة، لأن الله عز وجل لا يوجه إليه هذا السؤال، وهذا فيه حكمة عظيمة. كما أن الله سبحانه وتعالى كان يحذر الأمم السابقة من فتنة المسيح الدجال، وهو سبحانه وتعالى يعلم أنهم لا يدركونه، لكن ليتواتر هذا التخويف وهذا الأمر من جيل إلى جيل، من جيل إلى جيل، فيخافون يوم القيامة ويستعدون له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب القرن، يعني صاحب الصور هذا الذي هو قد حنى جبهته، يعني ملتقم لهذا القرن، ينتظر الأمر من الله عز وجل أن يقول له انفخ في الصور. وهذا النفخ الذي يكون في آخر الدنيا هو نفخة الفزع، يفزعون الناس أول ما يسمعون ثم يأتيهم نفخة الصعق التي تصعقهم ويموتون، هاتان نفختان في نهاية الدنيا. النفخة الثالثة هي نفخة البعث التي يقومون بها من قبورهم، فهي ثلاث نفخات. وبعض أهل العلم يقول نفخة الفزع ونفخة الصعق هي واحدة، لكن بدايتها أول ما يسمعونها فزع، ثم يزداد الصوت حتى يصعقوا. ولهذا يقول ابن كثير هنا عليه رحمة الله، يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة، فقوله تعالى ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال هذه النفخة هي الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء به مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور، ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا، ينفرد بالديمومة والبقاء، ويقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار، أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء. ثم يحيي، أول من يحيي إسرافيل، يعني إسرافيل مات لأنه يموت قبل ملك الموت، ثم يحيي الله عز وجل عشان ينفخ نفخة البعث. أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ بالصور مرة أخرى، وهي النفخة الثالثة نفخة البعث. قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة، كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وذكر ابن كثير هنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده عن عروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا، قال لقد هممت أن لا أحدثكم شيئا، إنما قلت سترون بعد قليل أمرا عظيما
ثم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما أو 40 ليلة، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي، فيظهر فيهلكه الله تعالى، يعني يهلك الدجال، ثم يلبث الناس بعده 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه، الحوض هو الذي تشرب فيه الإبل، يوضع فيه الماء، وغير الإبل يشرب فيه، يلوط حوضه يعني يبلطه. أول من يسمعه، قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك نعمان، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. قال: فيقال: كم؟ فيقال: من كل 1999. فيومئذ تبعث الولدان شيبا، ويومئذ يكشف عن ساق. قال ابن كثير: انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه، مع أنه ذكر أن الإمام أحمد رواه بسنده، وابن كثير رواه عن الإمام أحمد، فيحتاج أن تشوف يا عادل. ها؟ نعم؟ كيف؟ أيوة، لكن لماذا يقول انفرد بإخراجه وهو قد رواه عن أحمد؟ أي ترجع، يقصد أنه انفرد بإخراجه عن البخاري، وإلا أصحاب السنن رواه، هذا يقصد؟ أحسنت، جزاك الله خير. وقال البخاري بسنده أيضا: سمعت أباه عن الراوي الذي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال رضي الله تعالى عن أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء. ووضع الكتاب، قال قتادة: كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله إليهم. والشهداء، أي الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر، وقضي بينهم بالحق أي بالعدل، وهم لا يظلمون. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
ولهذا قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت، أي من خير وشر، وهو أعلم بما يفعلون. ثم قال سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أجارنا الله وإياكم من هذا الموقف. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار، وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا، وهذا وهم عطاش ظمأ، كما قال في الآية الأخرى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي، منهم من يمشي على وجهه كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقوله: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعا لتعجل لهم العقوبة. ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل: ألم يأتكم رسل منكم، أي من جنسكم، تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم، يتلون عليكم آيات ربكم، أي يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، ويحذرونكم من شر هذا اليوم. فيقول الكفار لهم: بلى، أي قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أي ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقوة التي كنا نستحقها، حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل، كما قال تعالى مخبرا عنهم في الآية الأخرى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارا. وقيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب. ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم يستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم. ولهذا قال جل وعلا: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أي ماكثين فيها، لا خروج لكم منها ولا زوال لكم عنها، فبئس مثوى المتكبرين، أي فبئس المصير وبئس المقيل لكم بسبب تكبركم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق، فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه، فبئس الحال وبئس المآل. ثم بعد أن ذكر حال هؤلاء الأشقياء ذكر الله حال السعداء، فقال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال: وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حيث يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة زمرا.
أي جماعة بعد جماعة، المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كل طائفة مع ما يناسبهم، الأنبياء والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، وكل صنف مع صنف، كل زمرة يناسب بعضها بعضا، حتى إذا جاءوها أي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا وصلوا إلى أبواب جهنم بعد مجاوزة الصراط، لأن الناس كلهم يمرون على الصراط، وهذا الحساب للذين تجاوزوا الصراط، برضو مظالم لا بد أن ينقى عنهم. بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا في من يستأذن لهم في الدخول، فيقصدون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، وعليهم أجمعين كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله تعالى أن ياتي لفصل القضاء، ليظهر شرف محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. وفي لفظ لمسلم: وأنا أول من يقرع باب الجنة. وذكر ابن كثير عن الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذا أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. وذكر أيضا ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون فيها، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم اللؤلؤة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله تعالى بكرة وعشية. وقال المحقق: سنده صحيح. وأيضا ذكر ما رواه الحافظ أبو يعلى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب والفضة، ورشحهم المسك، ومجامرهم اللؤلؤة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعاً في السماء. وقال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله تعالى أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وقوله: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها،
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لم يذكروا الجواب هنا وتقديره حتى إذا جاءوها، وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيماً، وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء، لا كما تلقى الزبانية الكفر بالتثريب والتأنيب. فتقديره إذا كان هذا، سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب ها هنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد فيما يتعلق بأبواب الجنة الثمانية، فذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا يعني حديث صحيح وفضل عظيم لأبي بكر رضي الله عنه، حيث يدعى من أبواب الجنة الثمانية، لأنه متقدم في كل الطاعات، في الصيام، في الصلاة، في الزكاة. وقال: إن في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية حتى يدخل من أيها شاء. وذكر أيضًا حديث في سعة هذه الأبواب، يعني ما بين المصراعين من هذه الأبواب، فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه: فيقول الله تعالى: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك. هذا في باب الشفاعة لما يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب، لك ما بين مكة وهجر، أو كما بين هجر ومكة، وفي رواية مكة وبصرى. وهجر هي بلد معروف في الأحساء، يعني سعة الباب مثل مكة إلى الأحساء، وبصرى هي في الشام، بلد في الشام، هذا سعة الباب الواحد، نسأل الله من فضله. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة، يعني 40 سنة يعني المسافة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وهذا يدل على كثرة الذين يدخلون الجنة من فضل الله عز وجل، مع أن اللي في النار كثير، 999 إلى النار، لكن مع هذا فإن المسلمين الذين أسلموا مع الأنبياء، فإن الذين مع الأنبياء كلهم مسلمون، يعني مستسلمون لله، أهل توحيد، فإنهم كثير من فضل الله، لأن هذا الباب مع عظمه يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بين المسلمين في بعض الغزوات: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة. وقوله فادخلوها خالدين، أي ماكثين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء والنعيم المقيم والملك الكبير، يقولون عند ذلك الحمد لله الذي صدقنا وعده، الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام كما دعوا في الدنيا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقوله وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي أورثنا الأرض يعني أرض الجنة. فهذه الآية كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أرض الجنة. ولهذا قالوا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي أين شينا حللنا فنعم الأجر، أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال عبد بن حميد بسنده عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق درمكة. والدرمكة الدقيق الأبيض. نعم، نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.